كيف كانت تفاصيل طفولتهم في ظل داعش؟ إلى أي مدى أثرت في شخصيتهم ممارسات الإرهاب؟ إلى أين آلت بهم الحياة بعد القضاء على التنظيم؟ وإلى أين تتوجه دفة مستقبلهم؟ من هو المذنب ومن هو المدان في إلحاق وصمة داعش بهم؟ كل هذا وأكثر تعرفونه معي أنا روز يوسف في الفيلم الوثائقي الطفولة التائهة الليلة في تمام الساعة 9 مساءً على قناة اليوم.